وأنت شخص أيضاً أحس النظارة ذي أعرفها أنا يا عبد المجيد. هذه طال عمرك جيتني هدية. والله اللي خاب. هلا حتى أخذها مرة ثانية جيتك. مها بنت لا تقعد تسوي فيها أنها أنت اللي معطينيها جيتني هدية ولا إذا كانت جفيش. نوصلها للمحاكم. ما عندي مشكلة. أسمع. ندخل فيها محاكم وندخل فيها قضايا. ها قل لي لا. جيتني هدية. إذا جفيش ولا وشي. وش جفيش؟ لا لا تناظر فيها. وش اللي جيتك هدية؟ وش النظارة اللي جيتك هدية؟ جتني هدية في. وش البراند حقها؟ ما أدري. البراند تعرف ايش معناه بالعربي؟ البراند يعني الماركة. ايه الماركة بالانجليزي، براند بالعربي. انا ما ادري هي ماركة ولا لا اصلا. يا رجال انا اسالك، هذه النظارة جيتني دقيقة. اي والله هي. يا مرحبا يا اخوي الحلال ما يضيع. والله انت بطيء. أبعلمك منين جيتني؟ ملازم من الرجال اللي طيب. يعرفون ان هذه لي. طيب اسمع. وجيتني هي انا. تبي تخش في عيني؟ لا ما بخش في عينك. اسمع. وهدية والهدية لا تعطى ولا ترد، ما اعطيك اياها. طيب اسمع، علمك منين جيتني؟ خلني اعلمك. والله اقعد يا ولدي. النظاره اللي كانت معك ترى على فكره. لا ما هو بنفسها. هذه جتني من سعد الرفيدي، معها ساعه رصاصيه ومعها قماش. وموجود وموثق. لو لا اله الا الله. كل شيء موثق عندي. هذه نظارتي ولا تشبه لها؟ تشبه لها. علي لازم اجيب نظارتي ولا انا طالب انا طالب تقعد. نظارتي نظارتك وحده. لا والله. لا انا جيتني نفسها، انا جيتني نفسها. لا علي الحرام. لا خاصة تم تم يا ابو سامي تم تم خربتها بروح اجيب تم تم ما انت انت رايح انا طالب تشبه لها اخذ تعال اقعد اقعد الموضوع صار قل لا اله الا الله طلبه انت تخسر يا ابو سامي اسمع يا ابو سامي نايف تم فكري من الرجال تم فكري من الرجال دقيقه ها قل لا اله الا الله وش رايك نجي في حل وسط قل لا اله اسمع 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 قل لا اله الا الله اسمع دقيقه قل قل اسمع اسمع ما اكذب ها قل لا اله الا الله اسمعني وانا اخوك لا اله الا الله انا اسمع 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 ترى اجيب نظارتي طيب اسمع والله انا تشبه دقيقه يا ولد والله اني لا يخلق من الشبه 40 اسمع اسمع يخلق من الشبه 40 ممكن انك لقيت واحده تشبه لها بس هذه هي البراند الحقيقي تعال تعال